موجود معايا على الهواء السيد الاستاذ اسامه هيكل، طبعا وزير الدوله للاعلام. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا استاذ شريف، ازيك؟ انا الحمد لله، الاخبار كلها عند حضراتكم دلوقتي. لا، ما كل الاخبار اللي عندنا بنقولها اول باول. طيب كويس، ما استناش. ده في حد ذاته اشاره مهمه وضروريه. الحمد لله. الحمد لله. من بكره يبدا الحظر ان شاء الله. حظر الحركه على الشوارع، حظر الحركه العامه للناس على الشوارع. لأي درجة حضراتكم السيناريو ده، احنا انا بسأل حضرتك الأسئلة اللي على طول الناس ممكن تفكر فيها، لأي درجة احنا دلوقتي مستعدين لتطبيق القرار ده ومراقبة تطبيقه؟ في ناس كتير طالبت بيه، واللي بيطالبوا بيه نفسهم بيقولوا طب هنحدد الالتزام بيه ازاي، وهنطبق نجبر الناس انها تلتزم بيه ازاي؟ اولا احنا قدام حالة فريدة من عدة جوانب. اولا حظر التجول عادة كان الحكومات اللي بتعمله والشعوب بتبقى متضايقة منه. المرة دي الشعوب، الشعب هو اللي بيطلبه، والحكومة كانت مأخرة شوية. أيوة. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه احنا بنواجه عدو مش لوحدنا كدولة، ولكن العالم كله بيواجهه، وغزا العالم كله وانت مش شايفه، وسرعة الانتشار بتاعته سريعة جدا. وبالتالي هو لازم نبقى فاهمين انه قريب جدا. يعني ايه قريب جدا؟ يعني ممكن يبقى جنبك، ممكن يبقى جنبي، ممكن يبقى في أي مكان، والإصابة بيه سهلة. مفهوم. ولحد اللحظة دي مفيش علاج ولا في مصل. أيوة. وبالتالي احنا محتاجين انه الحل الأمثل لهذا الموضوع، وهو اللي عملته الصين، انه اعزل وصفي المرض في مكان واحد حد ما الناس تشفى وتخلص الموضوع كله، وبعدين تبتدي تطهر وتوقف النقل من مكان لآخر.